الثامن من مايو 2024، استراتيجية من قناة المشهد. أهلا بكم. لدينا ملفان أساسيان، ملف إسرائيل والفصائل المتصارعة معها، وملف روسيا وأوكرانيا والتطورات الحادثة فيها. ولمتابعة أحدث التطورات في الملف الأول، يسعدني أن يكون معي دائما في الاستوديو ست اللي هو الدكتور سيد غنيم، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع، والأستاذ الزائر بالنيتو والأكاديمية العسكرية في بروكسل. مساء الخير حضرتك ست اللواء. أهلا ست اللواء. أبدأ بأول سؤال، إيه آخر تطورات على الأرض؟ تفضل يا فندم. أهلا بك دكتور. كما نعلم طبعا ان في الاساس بجانب طبعا القصف الجوي المستمر، وفي ظهرت مناطق عادت من جديد زي العطاطرة وبيت حنون وبيت لاهية، فضلا عن مناطق اخرى يمكن خريطة بتبين لنا اكتر طبعا في كافة انحاء القطاع. لكن كما تعلم حضرتك تركيز في القصف الجوي والقصف المدفعي على الشمال والوسط، وايضا في الجنوب جزء بسيط. اللي هو ده سؤال يعني يجي على بالنا، يعني هم دلوقتي بيحاولوا ان هم يعملوا غزو بري في رفح، ولسه في ضرب في بيت لاهيا وبيت حنون والعطاطره اللي هي في اقصى شمال غزه. ده صحيح لسبب، لان هو قوات الاحتلال الاسرائيلي تركز تماما، هي بتحاول تنهي المرحله الاولى والثانيه. الهدف الاساسي بجانب استبدال الاسرى الذي لم ينجح أو الرهائن، الهدف الأساسي في المرحلة الأولى والثانية تفكيك البنية العسكرية لحماس. يعني إسرائيل بتعلن دلوقتي أن النخب تم القضاء عليها، أن الكتائب في الشمال والوسط تم القضاء عليها. مجرد ما بيظهر له أي شيء متحرك ما بيستخسرش فيه، يطلع يضرب فورا حتى يضمن. إلا أن الحقيقة أن تلك ما هو متحرك هي فصائل فلسطينية، لأن بتقوم بقصف بالنيران الهاون او المدفعيه او الصواريخ المتواجده او بنصب كمائن كما يتم. طب ست اللي هو يعني هو مفترض ان كل المدنيين خلاص مش موجودين في الشمال، وبالتالي اي حاجه تتحرك في الشمال يبقى دي اكيد فصائل فلسطينيه ولابد من القضاء عليها. هذا هو التصور، هذا هو التصور. ولذلك عندما يقول نزوح المدنيين في مشكله جدا، مشكله مهمه جدا بالنسبه له اذا تم نزح للشمال، وهو يعتبر نفسه غير مسؤول عنهم، فاذا كل ما سيرى متحرك ستعمل. طيب ست اللواء، دلوقتي عرفنا من ضمن الاخبار انه اسرائيل احتلت معبر رفح من صحيح. الجانب الفلسطيني صحيح. طيب ايه الهدف؟ عايزه توصل لايه من ده؟ في نقطه فندم، احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني اول شيء شو فورس. انا دلوقتي دبابه متحركه عليها علم اسرائيلي وعلم الوحده التابعه لها، بيبين للعالم انا قوي، انا قوي في السيطرة والاحتلال. الاحتلال ده إجراء سياسي بالمناسبة، السيطرة إجراء عسكري. فأنا بالقوة العسكرية قمت بالإجراء العسكري بالسيطرة على المعبر، قمت بالإجراء السياسي باحتلال المعبر. ده أول هام. الأمر الثاني، لا ننسى أن المعبر هو مصدر الحركة الوحيد للفلسطينيين، فبالسيطرة عليه أيا كان لحد إمتى. هو يقولون أنه عملية محدودة ومؤقتا للجانب الأمريكي على الأقل، وأعتقد قيل هذا للجانب المصري الذي لا يقبله على الإطلاق. فإذا أيا كان الفترة الذي ده يعتبر خنق للفلسطين. الأمر الثالث هو مكان وصول المساعدات، يبقى تأكيد السيطرة. التطويق زي ما قلنا أنه من وجهة نظره بيحرم أي فرصة للهروب من المعبر في اتجاه مصر أو أي تهريب لاتجاه الجانب الفلسطيني. وفي النهاية يقصد بي، أنا لو سيطرت على المعبر سيطرة كاملة، حبست أو خنقت الفلسطينيين، سيؤثر عسكريا، من أضحك في سيطرة وفي احتلال، يؤثر عسكريا على باقي القوات الموجودة في رفح التي يتخيل أنها آخر القوات، وكده أكون حققت المهمة النهائية. هذا فرضيا. طيب